لو هنتكلم بقى عن هذه الرياضة الملاحة الرياضية، مستقبلها برضو حضرتك بتشوف سيادة اللواء ازاي؟ يعني دلوقتي ابتدى الموضوع يتحسن جدا، ابتدى يدخل نوادي كبيرة جدا زي النادي الاهلي، فالمستقبل ايه بقى اللي جاي؟ ما انا لسه كنت هسألك، المستقبل قبل الاهلي ولا بعد الاهلي؟ لو بعد الاهلي خلاص كده بتهيألي. لا بالقطع عشان كده ايه اللي هتوصل؟ وبالفعل لا بجد والله، يعني ايه اللي حضرتك رسمه لهذه الرياضة تحديدا؟ الحقيقة اقول لسيادتك بمنتهى الامانة وليس مجاملة للاهلي، لكن عقب انتشار خبر تنظيم النادي الاهلي لهذه الفعاليات مع الاتحاد المصري للملاحة الرياضية كالعادة. دي حقيقة، والصفقة تأكد ببطولة الأسرة المصرية في أي رياضة هي الملاحة في الأهلي. كتير من الأندية دون ذكر أسماء بدأوا يتواصلوا معنا وعاوزين يعملوا نشاط مماثل ليهم، والحقيقة احنا بنحاول نجدولهم ضمن خطة نشاط، لأن اوريدي احنا عندنا خطة نشاط ثابتة للموسم الرياضي 21-22، فبدأنا نجدول هذه الأمور. ما هو أبعد إلى ذلك، احنا عاوزين نعمل مراكز تدريب في المحافظات عشان نضم اولادنا وبناتنا. والله لو النادي الاهلي مثلا على سبيل المثال هيحتضن النادي مركز تدريب خاص بيه وليكن في فرع الشيخ زايد، فده لاولاده تمام، لكن القاهره الكبرى عايزين نعمل مركز تدريب خاص بيها تابع للاتحاد. وده كان توجه الحقيقه بناء على توجيهات مع الوزير الاستاذ دكتور اشرف صبحي بالاهتمام بالمحافظات الحدوديه والنائيه والمناطق النائيه، وبالفعل تمت موافقه على إدراج الملاحة الرياضية ضمن أولمبيات المحافظات الحدودية في دورته الثالثة. حلو قوي. هتتعمل في محافظة أسوان إن شاء الله خلال شهر 12 القادم، وبالفعل بدأنا وضع خطة للأدوار التمهيدية في الست محافظات، يعني ست محافظات هيشهدوا مهرجانات ترويجية وبطولات مفتوحة بتمثل الأدوار التمهيدية اللي هنصعد منها أربع ولاد وبنتين من كل محافظة من المحافظات الحدودية الستة ينافسوا في نهائي الأولمبيات المحافظات الحدودية. ده هيحقق لنا قواعد ممارسه كويسه، يمكن احنا عندنا قاعده ممارسه كويسه قوي في العريش، عندنا قاعده ممارسه كويسه في بني سويف كويسه وهي بتشارك وبتمثل مصر في فعاليات دوليه كمنتخب بقى هنا. بالظبط كده، لكن الست محافظات دول هيكونوا دفعه قويه. الانديه ان شاء الله لما نتواصل وننفذ معاهم اسوه بالنادي الاهلي هتبقى دفعه قويه للنشاط. حلو جدا.